مرحبا متابعيني، عيد مبارك عليكم وإن شاء الله يعود عليكم بالخير والصحة والعافية والأمان، ويحفظنا من هذا الوباء ويبعد عنا البلاء. اليوم راح نحضر سوية أطيب كعك ممكن تاكلوه ويا الشاي، وبالعيد تقدموه وصفة لذيذة وسهلة. خلونا نشوف المكونات. مثل ما تشوفون كل اللي راح نحتاجه نص كاس من الزيت ونص كاسة من السكر، بياض بيضة، دارسين، فانيلا، بيكنج باودر، جوز وزبدة، وبالإضافة إلى المكون الطحين حسب أنتم استعمالكم، من كوبين إلى 3 أكواب راح تأخذ وياكم العجينة. نبدي بسم الله. أول ما نبدي نضيف الزبدة أو السمنة، أنتم شنو عندكم؟ أنا هنا عندي السمنة البلدي راح أستعملها، استعملت تقريبا 200 غرام. راح أضيف عليها السكر، يا حبذا يكون عندكم سكر بودرة يكون أفضل. أضيف عليها بياض البيض، وبهالسبب اليوم مستعملة بيض راح أستعمل الفانيلا، وإذا ما استعملتوا البيض ما يحتاج أن تستعملون الفانيلا. راح أضيف عليهم الزيت وأبدي أعجنهم بإيدي شوية شوية. راح تذوب الزبدة عندي على حرارة إيدي مثل ما تشوفون، شوية شوية أبدي أشتغل بها بإيد وحدة كلش كافية عليها. وإذا تحبون أنتوا ممكن أنه تسوها بالمكسر الكهربائي اللي يكون مثل الخليط اللي يخلط الكيكة، ممكن أنه تستعملون هذا المكسر أيضا، راح يساعد أنه يذوب لكم الزبدة بسهولة. طبعا أنا هذه الوصفة أدمنتها صراحة، صار هاي تقريبا المرة الثالثة أحضرها بهذه الفترة القصيرة. كلش حبوها بالبيت، مسبقا كنت بس مجرد أنه أكلها، وكلش هواية اللي جاي زاير تركيا شايف أنهم يقدموها ويا الشاي ويا القهوة، كل شيء شفت شيء معمول صغير، معمول أو كوكيز أو أنتو شنو تسموه سموه. راح أبدي أضيف ملعقتين من الدارسين، وطبعا باكيت الفانيلا على باكيت البيكنج باودر، ومثل ما تشوفون راح أبدي أضيف مطحون الجوز. هذا أنا ما طحنته، كسرته بالهاون حتى أبقى محافظة على قطع الجوز تكون شوية مو كلش كبيرة ولا كلش رايح طعمها، يعني تحسون بيها من تاكلوها تتفتفت عندكم طعم اللوز الجوز عفوا. وأكلي يستعمل بس البندق، أنا حبيت يعني أشوف أنه جدا يليق بالدارسين الجوز مثل ما يليق وياهم. أيضا التفاح إذا شايفين كعك التفاح أيضا يليق وياها الجوز والدارسين. نبدي نعجن لحد ما نحصل على السمنة تكون طيبة تماما. من بعدها راح أبدي أضيف الطحين، والطحين طبعا راح أضيفه شوية شوية، ما أضيفه كله كتلة واحدة لأن حسب كمية الطحين اللي أنتو نوعيته راح تستعملون. تشوفون إيش قد أنا هنا استعملت مثل ما قلت لكم ما يعادل تقريبا الكوبين إلى 3 أكواب حسب نوعية الطحين اللي عندكم. طبعا لازم أبدي شوية شوية أخلطهم لحد ما أحصل عجينة متماسكة، بحيث من أجي أخذ من عندها كرات حتى يعني أشكلها ما تتفتفت بإيدي. إذا تفتفتت معناها عندي كمية الزبدة عالية، فش أسوي؟ أضيف عليها الطحين، أرجع يعني أعجنها مرة ثانية لحد ما أحصل على عجينة متماسكة أكون مقتنعة بها، يلا أبطل أضيف الطحين. يعني حسب الكمية، يعني أنا من أقولكم من كوبين إلى 3، هذا أيضا مو مقياس لأن أنتوا حسب الكوب اللي عندكم تقيسون بيه كوب القياس ونوعية الطحين اللي تستعملوها. كلش وجبة وصفة لذيذة سهلة طيبة، الأطفال أكيد راح يحبوها، وأكيد من يجيكم أي ضيوف ممكن أنه تحضروها على السريع. يعني طريقة تحضيرها وطريقة الطهي مالتها ما تأخذ من عندكم نص ساعة، يعني أبدا ما تأخذ نص ساعة أبدا، أقل من هيك شيء ممكن أنه تحضروها. وطبعا بهالأثناء بما أنه إحنا ما نحتاج أنه نخمر العجينة، فبهالأثناء راح رأسا نفتح الفرن يكون نسخنه على درجة حرارة 170 ونعوفه يسخن لحد ما نكمل إحنا العجن. مثل ما تشوفون كملنا العجن، جبنا الصينية
دهناها شوي، أنا أخلي رش مي عليها وأخلي عليها ورق الزبدة. ضروري يكون عندنا ورق الزبدة حتى ما تلتصق، بما أنه العجينة تحتوي على سكر ممكن أنه هذا السكر يذوب وتلتصق بالصينية، ما لا داعي. فش نسوي؟ نخلي الورق الزبدة أسهل أنه بالطبخ. طبعا مثل ما تشوفون راح أسوي على قد جوزاية واحدة، يعني الكرة الواحدة مثل الجوزاية واحدة، وأخليها أشكلها هيك شكل دائرة، أنتوا الشكل اللي يعجبكم. هي عادة تقدم بهالشكل الدائري، أنا يعني من عرفتها بهالشكل الدائري حبيتها. وراح أبدي أشكلها حسب الأحجام. للتزيين أنتوا ممكن أنه تخلون سكر بودرة فوقها، لكن أنا هنا ما راح أستعمل سكر بودرة، أخليها مثل ما هي يكفي حتى طعم أصلا الدارسين هو السكر تلقائيا بداخل العجينة موجود. وأبدي أشكلها مثل ما تشوفون. ممكن أنه مثلا واحد يقول خلي أضيف عليها الجوز على الوجه، ممكن عادي كلش عادي، هذا الشيء راجع لكم، شيء اختياري. أنا أحبها هيك سادة. وطبعا الحلو بيها أنه ممكن نخزنها بعد ما تنطبخ، ممكن أنه تخزنوها بعلب بلاستيكية برا، تكون حافظة برا وطبعا تكون مغلقة تماما ما يدخلها هواء. راح تبقى عندكم مثلا إذا سويتوا كمية كبيرة ممكن أنه تبقى عندكم أسبوع كلش عادي، تكون محافظة على الطراوة مالتها. مثل ما تشوفون هاي العجينة عندي واضحة متماسكة، يعني ما يحتاج انه اذا شفتها تفتفتت، لا معناها اكو خلل، ما دام ما تفتفتت معناها احنا بالطريق الصحيح. طبعا وانا قاعدة اشتغل خطر على بالي فكرة انه انا عندي، بما انه احنا هسه رمضان والكل يفطر برمضان بالتمر الحمد لله، فحبيت انه احشي قسم من عندهم، يعني هيك للتجربة قلت خلي ما دام احنا دائما نخلي الدارسين ونخلي الجوز ويا التمر من نريد ناكله، خلي اجرب اخلطهم كلهم سوية. وطبعا طلعت يعني فتشي كلش طيبة الحمد لله، نجحت الخطة. انا عادة اخلي ويا التمر اخلي ويا ملعقة صغيرة من القهوة، هم ايضا ينطيها طعم طيب، بما انه احنا رمضان يعني واحد يعني هالسنة سبحان الله ما دلحق، يعني ما منال الافطار اركض يعني بالبيت ورأسا تشوفون ها قعدنا على السحور، فواحد حتى ما يلحق يشرب قهوة. فاني ماخذة طعمها من التمر هيجي مختصرة 2 في 1 مسوي الخطة. وهذه مثل ما تشوفون التمر اللي عندي انا محضرته مسبقا، يعني راح اخليه بداخل الكرة اللي سويتها، يعني فتشي اجيبها هي صغيرة مثل ما نسوي الكليتشة عادة، لكن هالمرة العجينة شوية تختلف، اخليها بداخلها واسد العجينة وراح نحصل على كرة محشية بالتمر، طعمها هم جوز هم تمر هم طعمها دارسين. وأكمل أشتغل بيهم. سويت طبعا بس 3 لأن خفت يتخاف يعني ما يحبوها بالبيت، فما سويت هواي، سويت تقريبا بس 3 وحدات وسويتها عادي يعني مثل البقية على حال البقية، عزلتهم بس بإشارة سهلة وبسيطة. ممكن حتى إذا عندكم أطفال إنه يشاركوكم بها.
ومثل ما تشوفون صارت عندي، سويت لي 21 تقريبا كعكاية. ممكن انتم تضعفون الكمية بمضاعفة كل المقادير اللي ذكرناها في بداية الوصفة. وهسه بما انه الفرن عندنا حاضر ندخلها على الفرن، وتقريبا ما اخذت 12 دقيقة ونطبخت مثل ما تشوفون. مجرد انه يكون لونها ذهبي نطلعها، ما شاء الله الريحة ما احكي لكم. ما اعرف شلون صبرنا للفطور مثل ما تشوفون. جاي اخذ بس الصغيرة حتى يكون احلى بالتقديم. وملزقت ومستوية من الداخل ومن الخارج، طرية هشة. ممكن انو تستبدلون يعني الحشوة انتو مثل ما تحبون. شوفوها شلون صارت عندي جاهزة. الريحة يا ريت واحد يقدر يوصل لكم ريحتها. شوفوا شلون هشة من الداخل، مثل المعمول يمكن السوري اعتقد عندهم هيجي يقدمون هذه الوصفة. هذه اللي هي سادة، وراح اشوفكم هذه اللي بيها تمر، داخلها تمر. لقيتكم